هل يريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانضمام لتحالف البريكس بقيادة الصين وروسيا من أجل الاقتراض من بنك التنمية الجديد التابع للتحالف؟ السؤال مطروح الآن مع ظهور اهتمام تركي بقمة البريكس المنعقدة بروسيا، وترصد بلومبرغ 4 أسباب لسعي أنقرة للانضمام للبريكس، أهمها إيجاد بدائل لمؤسسات الإقراض التي يهيمن عليها الغرب مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وكان أردوغان تفاخر بأنه أنهى العلاقة مع صندوق النقد في أحد خطاباته، لكن يبدو أنه يبحث الآن عن البديل من بنك بريكس لتمويل البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة. وكانت سياسة أردوغان القائمة على خفض الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي قد أدت لتفاقم التضخم وانهيار الليرة التركية قبل أن يعدل مؤخرا عن هذه السياسة ويعين فريقا لإنقاذ البلاد الذي عاد للسياسات التقليدية برفع الفوائد لمحاربة التضخم. وتقول بلومبرغ إن أبرز الأسباب الأخرى لاهتمام تركيا بالبريكس هي أولاً الإحباط من المؤسسات الغربية، حيث واجهت تركيا تحديات طويلة الأمد قوضت محاولتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى عدم الرضا عن الحلفاء الغربيين. ثانياً، ينظر إلى الانضمام إلى تحالف البريكس كوسيلة لتوسيع نفوذ تركيا العالمي وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأسواق الناشئة الرئيسية مثل الصين وروسيا، وقد أصبحت موسكو شريكاً اقتصادياً رئيسياً لتركيا، حيث زودتها بنحو 42% من واردات الغاز الطبيعي و6 ملايين و300 ألف سائح زاروا البلاد العام الماضي.